مرحبا بكم في لاشين يوتيوب بيان باري، لاشين اللي تهضر لكم على الاعشاب الطبيعيه والعلاج الطبيعي المجرب. خرجت البنيات يستغلوا السمش، وميم طون راني غادي نهضر لكم على عشبه جديده في هذا الفيديو. العشبه اللي بغيت نهضر لكم عليها اليوم هي ورق الزيتون. ورق الزيتون ماشي غاليين، الثمن تاعهم رخيص بزاف. ننصحكم باش تشربوهم، يحمونا امراض العصر، الحلو، مرض السكر، الكوليسترول والدهون الثلاثيه والضغط العالي، لا طونسيون. الناس اللي عندهم كاع هاد الامراض ننصحهم بورق الزيتون، يهود لهم لا طونسيون، يهود لهم الكوليسترول، يهود لهم الدهون الثلاثيه، وينقي لهم الكبده، ينقي لهم الجسم من السموم، من الميكروبات ومن الجراثيم. وزيد اون بلوس الناس اللي تكون عندها الحمى تشرب ورق الزيتون تهود الحمى. كيفاه تستعملوها؟ تنقعوهم وتشربوا كاس قبل الفطور وكاس قبل العشاء. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو عجبتكم. رمضان مبارك، نتمنى ان شاء الله نلقاكم في فيديو مقبله ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.